ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حالة الفوضى العارمة المستمرة في مطار كابول، فيما يسعى آلاف الأفغان جاهدين أن يجدوا طائرة تقلهم إلى الخارج بعدما سيطرت حركة طالبان. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الأشخاص الذين حاولوا الصعود إلى الطائرات يوم الخميس قوبلوا بالضرب على أيدي حراس حركة طالبان الموجودين خارج المطار، أو أنهم تعرضوا للدهس وسط الحشود بينما كانوا ينتظرون الخلاص في ظروف مزرية تحت الغبار وحرارة الشمس اللهبة. ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة المصرية إلى 4 أشخاص بعد انتشال جثة امرأة في العقد الرابع من العمر من تحت الأنقاض. وأوضحت وسائل أعلام في مصر أن قوات الحماية المدنية ما زالت تسعى لإخراج الضحايا من تحت أنقاض العقار المكون من 5 طوابق.